راسك احسب راسك يا مدروع. بعدين قابلت الوالد الله يطول عمره قالت لي انصح على عين الكاميرا ترى زعل عليه. والله انت بوناستي اول شيء ابشر بعزتك. اول شيء عي والله عينك خلاص صار معنا احمد انت الشباب جميل عشان امشي الله عشان هنا شويه احمد الصوت الطريق الصح امبراطور وعلى عيني وراسي وكلامك وانت تامر وثاني هذا الاسبوع لكن اما بالنسبه انك تقول لي اتمرد لا والله واتوقع الرحمه تتابعنا ذا الان ويوم شوفي شوفي يوم يبغوني اروح ارتكب الاخطاء على سبيل الخصم علي لكن والله ما سويها والله ما سويها يا خاله رحمه والله ما لازم يدخل ابراهيم لازم يجرب الشيوخ الحين انا وخلف وحمد بناخذ فلاح راح وقف معنا هناك بس بعد نحبكم فلاح لا خل عندي الموضوع بدور امس قم تعال وقف هناك طالع في الكاميرا خليك اعلم اساسيات خليك طالع والله تراك محروم تراك محروم من الكاميرا تراك محروم من النظر بالكاميرا لا تحرم نفسك يا بعد روحك لا تحرم نفسك مركز اصبر اصبر يا عيال دقيقه اسمع جلسه خلاص خذها جنبه اصبر اباظه شغل احط على الكاميرا الجرأه املك ابوي خلاص هل تملك الشجاعه هل تحس انك قد البرايم تكفى يا اباظه هل تحس انك قد البرايم هل تملك القوه انا هل تستطيع قوي تستطيع عندهم قوي ها قوي ولا قوي تعالوا قم لا بلاش يا عيال صوت عبد الله خصم قم خصم قم عبد الله تعال عبد الله قبي واحد اثنين ثلاثة اقدح يا عبد الله لا يا عبد الله قبي لا خلونا عشان يتشجع حمد عشان يتشجع انا وانت خلاص واحمد خلونا الطير عاين في الكاميرا وانت معاه واحد اثنين معيض عاين في الكاميرا معيض عاين في الكاميرا شوف وخر الطير لو تسوي انا لو تسويها بسوي زي اتحداك تلف وتقول يلا لف في محي اذا لفت معك فعلا طيب يلا لف معي يلا يلا اسمع دقيقه بتص ايه كذي انا وخلف شفت على خلف جاي طيب اذا نزلها اسمع اذا نزلها بتعاين اذا نزلها بتعاين اذا نزلها بتعاين اه غضب خلاص امي قلت عليك بدي عليك كمان عامر تعال عانا يدورك يدورك يا قلاوين يا احمد امي تقول ميلي يا قهر انا وياك والله عين يجرونك الله ياخذكم ياخذ اللي يجي معاك استغفر الله استغفر الله تراني ناصح لك يا طلعت الكاميرا ما ادري ايه ودادات لا ما في ابدا ما في ام بتقول كذا كذا الا والله امي قالت لي اقسم بالله انا قايل لك زي كذا انا ذاك النهار صليت مع الكاميرا يا اخي والله بتجرني انا ولا احمد لا انت لا انا ما راح تقدر بس احمد ركز لا احمد طالع والله ما تقدر يا ولد الكاميرا بتقص راسك يا الله بيخلي امك الله يخلي داني عينها يا اخي تعال والله يا معاذ والله خلاص وين خيار الاطراف مشان تعال بعينها عينها عيني اي لفت يلا جيل يس عينتها بعد ما عينتكم عينتها يلا خلاص فرح يلا عيني اللي جمعنا عيني لا ابي عيني ها والله هلا والله عاد خل يا اخوي الذيب لا 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 يا مسلم يا ولد لا فك ولا تفك ولد يا ولد نزله بالله نزله يا اخوي
تطلع هذا مسيكين يا ولد نزلك يا ولد يا ولد فك لا 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 حتى الطلي طالع حتى الطلي ارفع 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 كفو 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 يما يما تعال تكفين يم اقدر تزعلين يم اقدر تعال يا يما الطاير يم عشان محمود محمود اسمع تدري طلع ايش قاعد يقول؟ يقول والله العظيم لو اني ميت اريح اطري شيكم عليها ضيجي عذبتوه هات هات عبد الله مره ثانيه عبد الله هات هات بنايتك يما تكفين يا مدعي لي يم ادعي لي يم